الاجتماع اليوم اللي ترأسه السيد رئيس الحكومة بحضور كل القطاعات الوزارية المتداخلة في ورش الحماية الاجتماعية كان الغرض منه هو الوقوف على التنزيل الفعلي وعلى أرض الواقع لمختلف يعني المناحي المرتبطة بهذا الإصلاح وبهذا الورش الاجتماعي الكبير اللي عطى الانطلاق نتاعو سيدنا الله ينصره منذ سنوات، اللي أكيد اليوم هو أنه لا التغطية الصحية الإجبارية ولا يعني الجوانب الأخرى المرتبطة بالإصلاح نتاع الحماية الاجتماعية في شكله العام تسير في الطريق الصحيح ووفق الأجندة المسطرة سلفا، والتي كما كان يعني كما كان متفقا ومسطرا من قبل فسنة 21 و22 خصصت لإدماج كل الأشخاص في نظام التغطية الصحية الإجبارية، وهو ما تم بالفعل، حيث أنه تم إدماج كل الذين كانوا مسجلين بنظام الراميد سابقا في هذا النظام الجديد. وسنة 23 ستكون مخصصة إن شاء الله لإصلاح الأنظمة المساعدة وجمعها في نظام موحد مرتبط ب يعني الدعم نتاع المخصص او اللي كيتجمع في ليزالوكاسيون فاميليال. وسنه السنوات المقبله لسنه 24 لتجسيد هذا النظام وتعميمه، وسنه 25 لاصلاح نظام فقدان الشغل. شكرا.